يعطيني شرفا اني لا ادخن. الحقيقه احنا النهارده جايين نقول للناس لا مش كفايه، ما ينفعش تتوقف عن انا ما بدخنش، لا ما تقعدش في اماكن فيها تدخين لانك بتروج لهذه الاماكن، هي تبيع سلعه اسمها حجر شيشه تكسب من وراها فلوس، فوجودك في المكان هو انتصار للفكره الرديئه جدا، وايضا رفع حرج عن المدخنين. فانا الحقيقه هقول ان انا بطبق هذا على نفسي، واي حد يكذبني لو كان شافني في اي وقت قاعد مع حد بيستخدم شيشه مستحيل اعمل كده، ما بيحصلش ولا ممكن يحصل. وحتى الحقيقه تدخين السجائر بقيت اقاطعه بكل الوسائل، ما بخشش اجتماع في حد بيدخن بطلب التوقف عن التدخين او امشي انا ويستمر الاجتماع يعني. فانا برضو ان كل غير المدخنين اللي هم ما زالوا اغلبيه، في ناس بيختلط عليها الامر، الاحصاءات بتاكد ان غير المدخنين ما زالوا اغلبيه في هذا البلد، وان كانت طبعا نسبه سيئه جدا مقارنه بالبلدان التي افاقت وادركت خطوره التدخين وادركت انه على كل واحد ان يتعامل مع الامر بجديه ويتخذ الخطوه بشجاعه في اتجاه الاقلاع عن التدخين. فمساله ان احنا بنهزر لسه الحقيقه غير مقبوله، احنا محتاجين نتعامل مع هذا الامر بجديه. بنرجو ان احنا نقاطع الاماكن اللي تعرض السجائر وسط الشوكولاته واللبان والبسكويتات المختلفه ومنتجات في الاصل تغري وتجذب عيون الاطفال، توضع بينها هذه المنتجات البشعه. فاحنا عايزين نقاطع واحنا مقبلين على رمضان، وشويه جديه من الشعب المصري في حمايه نفسه من الدراما المغرضه التي تبيع الاجيال بالمقابل. انا ما بعرفش اصدق الحقيقه، الفيلو ما خدناش حاجه ما بصدقش يعني، انا يعني مضطر اعترف اني ما بصدقش كل من يزعم انه ما استفادش حاجه وان دي الدراما هي اللي فرضت عليه، مش مصدق يعني. انا بالنسبه لي هذه جريمه كامله الاركان، وان الشخص اللي هيقول انا ما كنتش عارف يبقى الحقيقه بيعترف ان هو لا يصلح ايضا لتحمل مسؤوليه عمل يؤثر في الناس. فهو يجب ان يبتعد في كل الاحوال، سواء كان بارادته او باراده المجتمع، في انه يعزله بمقاطعه اعماله من يفعل هذا الحقيقه. فبرضه المسائل دي اتاخرت شويه، انما بنقول يعني المصطلح الانجليزي it is never too late، خلونا نبتدي يعني نبتدي ونبقى جادين شويه. المبادره الثانيه اللي بيشرفني برضه ان يكون صاحب فكرتها موجود معانا الدكتور وائل صفوت، هو الحقيقه يعني واحنا قاعدين مع بعض توصل لها وكان يعني سريع في طرحها، هي فكره ان تدعى كل الجمعيات الاهليه وكل من يعمل بطرح او ترويج الخير لشراء اشياء يحتاجها يعني اصحاب الاحتياجات المختلفه خلال الشهر الكريم اللي بنقبل عليه قريبا ان شاء الله. يعني ببساطه بنقول للناس بدل ما تروح تشتري علبه سجاير او حجرين شيشه، فكر كده انك لو عملت جمعتها على بعض المبلغ بس شهر رمضان تقدر تسعد اسره فقيره او تحل ازمه لواحد عنده مشكله في استكمال دراسته، او حتى انت بنفسك يعني تروح عمره او تساعد حد في انه يروح عمره او غيرها يعني. حاجات كتير اكيد هي افضل من مجرد حرق التبغ، وطبعا تلويث البيئه. مسائل الحقيقه مش عايز اتكلم خالص عن مساوئ التدخين، هي ملهاش اخر، بس هي عشان تجسدوها بشكل كبير هي طريق بيبداه ناس كتير في السكه، بيتحول عدد مش قليل منهم الى مدمنين للمخدرات بانواعها المختلفه، في السكه بيتحول عدد من هؤلاء المدمنين الى مفلسين يعجزون عن توفير احتياجاتهم من المخدرات، فيبقوا على طول مجرمين او ضحايا لمجرمين او غيرها من المشكلات يعني.
فمسألة يعني تاني هرجع للكلمة اللي بكررها، محتاجة جدية كبيرة مننا جميعا في حماية أنفسنا وحماية أجيالنا القادمة، أبنائنا وأحفادنا إذا قدر لهم أن يعيشوا في حياة أفضل وشكل آخر من أشكال العيش الكريم. فأنا مش عايز أطول عليكم خالص، أنا عايز أقول إن إحنا عندنا النهاردة كمان استمارة سهلة خالص كده اسمها العزم على الإقلاع عن التدخين. إحنا نفسنا نلم أكبر عدد منها من دلوقتي وعلى مدى الأيام القادمة وفي كل فرصة نحطها عشان نحصل على توقيعات لناس من المدخنين عندهم أمل على الأقل إنهم يقلعوا عن التدخين. وهقول إن الدكتور وائل هو بيطرح هيقول حلول مختلفة وتطبيقات فعلية تساعد من يرغب في التوقف عن التدخين. أيضاً هنحتفل بمجموعة ممن أقلعوا بالفعل عن التدخين ووجهنا هذه الدعوة، وعندنا بين فريق الساقية من نجح خلال العام الماضي في الإقلاع، فبالتالي هيسعدنا الاحتفال بهم. أخيراً عايز أشيد بتقرير أعدته النهاردة جريدة الأخبار بشكل علمي منهجي جدا في دراسة دعاونا السادة الصحفيين الذين تفضلوا بإعدادها، أقول أسماءهم وأظن هم على وشك الحضور، الأستاذة دعاء سامي، الأستاذ أحمد عبد الهادي، الأستاذ جون سامي. فيعني بحييهم لأنه الإعلام يستطيع أن يفعل الكثير. هم عاملين موضوع بعنوان الموت على ورقة طفل، فيعني عايزين نتمنى إننا كلنا كل واحد يستطيع أن يقدم شيئا في هذا اليوم ومنه دائما لا نتوقف. هو فكرة نحن نحتفل في يوم تبقى برضو تخش في الهزار لو كان ما فيهاش استكمال للخطوات التالية يعني. فأتمنى إن احنا ما نكونش من اللي بيهزروا ونقدم نموذجا جدا حقيقيا لتقليل مخاطر التدخين وما ينشا عنه. هدعو الان احمد لو تسمح، احنا عندنا على طول في البدايه عشان نحس كده بقيمه ما نفعل احتفال بغير المدخنين، فهنحتفل الان بالفنان هاني شنوده. وعندنا شهادة لحضرتك ويمكن نسمع منك كلمة حتى مش لازم على المنصة، لو حبيت من هنا أهلا بيك وسعداء بوجود حضرتك، بس هيشرفني ويشرف الفريق كله إن احنا ندي حضرتك شهادة بتقول إن بنعتز بيك جدا. طب أنا بس عايز أقول حاجة، إن أنا فخور إن أنا فرقتي والجوار اللي عملته ما فيهمش واحد مدخن، لأن ما ينفعش حضراتكم واحد يغني وهو شاد الجهاز اللي بيطلع كل القوة في الغنى أصفه ومديله يعني معجزه. ما ينفعش تبقى أنت حتى جوبان خليل جوبان بيقول لا تستطيع أن تغني وفمك مملوء بالطعام أو تكتب ويداك مشغولة بالذهب. هو ما كانش قصده التدخين، بس التدخين اكتر من الاكل، لان احنا لو اكلنا خلاص بعد الاكل ممكن تغني. لكن انا عايز اقول ان التدخين ضرر وضرار، وانا الحمد لله ما دخنش لان ابويا ما كانش بيدخن، واي واحد بيدخن بيقضي على اولاده لان هيطلعهم مدخنين. الاحساس بتقول كده على فكره. اتنين بيضر نفسه ويضر اهل بيته، مش هو نفسه بس، ويضر بلد اقتصاديا ويضر بيئته. يعني حتى لو واحد نفخ دخان في عنده شجره ولا حاجه في البيت، فيكس ولا اي نوع من انواع الزينه بتموت الشجره، بتقول له ارحمني لما بيكون مدخن. فانا نفسي اقول ان التدخين ده كارثه من كوارث معرفش المدنيه ولا ايه ولا كذا ولا كذا، لكن ادعو كل واحد يبطل التدخين حفاظا على ابنائه اللي هم بيتولدوا والتدخين والنيكوتين ده في دمه هو بينقل لهم الرغبه في التدخين.
هو بيقضي على مستقبل اجيال مستقبل اولاده هم واحفاده. حرام عليكم. لا شوف الدين بيقول لا ضرر ولا ضرر. التدخين ضرر وضرر. احنا بنسميها قصه نجاح. يعني حضرتك طبعا نجح في اصعده كثيره انما منها كمان مواجهه هذه الافه الشديده. دكتور وائل صفوت انا عايز حضرتك تتفضل تلقي كلمه. السلام عليكم. اسمح لي اكمل بس انه استشاري امراض الباطنه وعلاج التدخين تخصص ما اعرفش عندنا كم واحد عندهم في البلد يعني. اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. وفي الاول لازم اشكر الباشمهندس محمد الصاوي وجميع فريق العمل في الساقيه اكثر من مره. اولا على اهتمامه بمتابعه موضوع التدخين واي موضوع واي مكان واي حاجه فيه مكافحه للتدخين وطبعا قضايا اخرى مع التدخين مش موضوع التدخين فقط ودائما موجود ودائما صدق. الشكر الثاني على طبعا المبادره وتبديل المبادره اللي اعتقد ان احنا لو كلنا تبنيناها والحمد لله حصلت استجابات من ساعه ما قعدت مع الباشمهندس خمس ايام او حاجه من الفكره طلعت فجاه وقعدت عشان طرحتها الحوار ما بيني وما بينه هو اللي طلع هذه الفكره. لو كلنا تبنيناها والحمد لله الاستجابات اللي موجوده بتبين كده وفي معانا اتحاد طلبه كليه الطب عنده تصور ان هو ياخد هذه المبادره وينقلها الى جميع المحافظات وكذلك صندوق مكافحه الادمان والتعاطي برضه عنده الفكره والتصور انه يعمل مبادره وينقلها الى جميع الاماكن. طبعا جميع بقى جمعيات الخير معانا وتنشر الموضوع لان احنا الفتره اللي جايه فتره خير وفتره استعداد لرمضان وفعلا رمضان فرصه نبدا على التدخين وفرصه لعمل الخير. طبعا هقول ايه هو فرصه لمنع التدخين بس الاول هو فرصه لعمل الخير وابدال حاجات كتيرة قوي الواحد بيصرفها على التدخين لان التدخين الواحد مش الصرف اللي هو المبلغ الفلوس اللي بيصرفها على سيجاره او على شيشه بس ده بيصرف على صحته وعلى المشاكل اللي ممكن تجيله في صحته وعلى صحه اولاده والمشاكل اللي ممكن تحصل في صحه اولاده وعلى عربيته اللي كلها ممكن تبقى فيها بقع من طفح السيجاره وعلى بيته حاجات كتيرة بيصرفها فمن باب اولى يوجه المبلغ دوت لحد محتاج. ممكن حد محتاج ده يكون ابنه يجيب له هديه يجيب له اكل وللاسف فعلا انتشار التبغ منتشر قوي على طبقات بسيطه وهذه الطبقات بتحتاج الفلوس وبتحتاج الصرف على اولادها ورغم ذلك بيوجهها في اتجاه التدخين فلو بدلها في الخير لابنه لبيته لحياته لو بدلها في الخير لحد ممكن احنا بنتكلم بقى على رمضان لاطعام فقير واطعام حد طبعا حد ممكن يقول لي طب هو ممكن يدخن ويطعم الفقير مفيش مشكله بس بدل ما يطعم واحد يبقى اثنين ويدي في الخير اكتر ويزود في الخير اكتر طبعا يستبدل السيجاره بحاجات كتيره ودي يعني موضوع الاستبدال ده هقوله بقى وقت ما بنتكلم على ازاي الواحد يبطل تدخين وازاي احنا هنساعده ان هو يبطل تدخين ففي حاجات كثيره في موضوع الابداد في الخير وعشان كده كانت الفكره وعشان كده احنا قلنا هنتعاون فيها احنا باشمهندس محمد والناس والساقيه والناس كلها اللي ممكن تتعاون معانا وطبعا هنتعاون احنا كمجموعه من الاطباء وهيبقى معانا خط اطلاع للتدخين اللي هو موجود على كل علب السجاير بحيث ان حد يتصل بيه يوجهه على المكان المناسب ليه لان احنا مجموعه فيه معانا مجموعه من الدكاتره على مستوى مصر بيساعدوا عندهم عيادات اغلبها هيبقى بدون مقابل وممكن لو في حاجه ثانيه هتبقى بمقابل وانا ان شاء الله طول الشهر مع الساقيه هنبقى متواجدين مبادره صحتي معانا فريق من المتخصصين وفريق من الشباب يساعد في الاقلاع للتدخين ومن هنا يبقى طبقنا موضوع بدلنا الخير قدمنا الحل يعني نادينا واطلقنا الدعوه وجمعنا الناس معانا اللي ممكن يساعدوا في هذه المبادره ودينا الحل للشخص علشان ما يبقالوش عيب. احنا التدخين اذا كان ادمان عندنا الادويه وعندنا الوسائل اللي ممكن تساعده على الاقلاع عن التدخين اذا كان هو عاده في وسائل كافيه
كتيرة منها حاجات جزائية ومنها حاجات سلوكية، يعني بدل حاجة بحاجة فعلا، زي مثلا الواحد يمسك السواك بدلا عن التدخين، يمسك السمحة بدلا عن السيجارة، يمسك عداد الذكر بدلا عن السيجارة. طبعا ممكن هو يبدل بحاجات بقى زي ما قلنا غذائية، منها الجزر والشاي الأخضر ومنها الطماطم وحاجات كتيرة بتطرد التدخين، بتطرد النيكوتين من الجسم، وفي نفس الوقت بتشغل الإيد والفم. دي الحاجة المهمة قوي أو اللي بتخلي الشخص مرتبط بالعادة، أنا شاغل إيدي وفمي، وهذه العادة حتى بتخلي الشخص بعد شوية مبسوط من الحركة نفسها، زي ما هو مبسوط بالمكان وشكل السيجارة وشكل العلبة وصوت الولاعة والشخص اللي بيدخن معاه وبيستمر في التدخين لهذا السبب. الحاجات السلوكية اللي احنا بنقول عليها إن هو يستبدل العادة بحاجة تانية بتديله انبساط برضه وبتديله بدل هذه العادة وهذا الإحساس اللي هو ممكن يحسه مع السيجارة. طبعا الفاكهة بأنواعها برضه هايلة في القصة ديت، بالذات الموز والزبادي بالفواكه، الحاجات اللي بتفرز حاجة اسمها مادة الدوبامين، والدوبامين ده هرمون السعادة، احنا كأطباء بنسميه هرمون السعادة، بيحسس الشخص إن هو مبسوط. طبعا الشوكولاتة جميلة أكيد طبعا وورد من ضمن الحاجات، بس طبعا لا ننصح بيها لانها هتزود شويه شخص في الوزن، وخاصه بقى السيدات ممكن يكونوا متضايقين بقى من موضوع زياده الوزن دول ان هم بيبطلوا التدخين. ففي بدائل، في طبعا حاجات احنا طبعينها وسايبينها وهتبقى على الموقع ان شاء الله، وهنقولها وهنخلينا موجودين دائما في الساليه وفي كل الاماكن مع اتحاد طلبة كليه الطب ومع الاماكن اللي ممكن عايزه تتعاون معانا، ندي نصائح ونتابع ونحاول ان احنا نقلل المشكلة. والحقيقة الباشمهندس أشار لأن فعلا احنا ليه بنكافح التدخين، لأن المشكلة خطيرة في مصر. لو احنا فكرنا مثلا فيروس سي اللي احنا بقى واخد الاهتمام الإعلامي والدولة كلها متحمسة لمكافحته وبقت في تبني لحملة كبيرة تتبناها بقى الدولة كلها، فيروس سي بيموت منه 40,000 مصري. التدخين صار يقول ان هو بيموت منه 170,000 مصري سنويا، يعني 500 واحد في اليوم. تخيلوا لو حادثه حصلت في مصر واحد كل يوم بيموت فيها 500 واحد، لو طياره وقعت، لو عباره مثلا زي عباره سالم دي غرقت، قد ايه احنا احساسنا هيبقى حاصل. ده بيحصل كل يوم بسبب التدخين وما بناخدش بالنا، لان مفيش حد بيشرب سيجاره بيموت. دايما الموضوع بياخد وقت طويل، فممكن الواحد يعني حتى بكتب شهاده الوفاه وجود حد في الدوره الدمويه، جلطه بالمخ، جلطه بالقلب، وما حدش بياخد باله خالص انها ليها علاقه بالسيجاره. انا نفسي اتنين من اعمامي توفوا ما خدتش بالي ان هم توفوا بسبب التدخين الا بعد سنوات بقى لما اشتركت في مكافحه التدخين وعرفت ان القلب وشرايين القلب بتتقفل تدريجيا، بس مش لازم انها يحصل بسببها وفاه او جلطه اللي ربنا بيصبرها مع الشخص فترة، بس لحد امتى هذا السبب ممكن يتم. فالموضوع جد خطير، في مشاكل اقتصاديه في مصر زي ما قلنا كده، لو 170,000 مواطن بنصرف طبقا لاحصائيات شركات الدواء بنصرف على هذا المنتج 60 مليار جنيه سنويا، يعني الناس بيروحوا يشتروا سجاير بس مش شيشه 60 مليار جنيه. شركات الدواء بتقول ان احنا بننتج 85 مليار سيجاره سنويا، لو قسمنا 85 مليار على 20 فاحنا عندنا 4 مليار علبه، العلبه في متوسط 10-15 جنيه، فاحنا بنتكلم في 60 مليار شيرات فقط، يعني لسه بعد كده حصل بتاع على صحتي وصحه ولادي واللي حواليا والاخرين، وطبعا بكلف الدوله مصادر وبكلف الدوله علاج على رفق للدوله وبكلف الدوله علاج للسرطانات، حاجات لا حصر لها. وانا بعتبر الموضوع فعلا امن قومي في مصر، ما هوش تهديد. موضوع مكافحته وموضوع مواجهته مهم جدا، موضوع ان احنا نشترك كلنا في مواجهته مهم جدا، لانه الفلوس دي ممكن تتوجه لحاجات كثيره احنا في احتياج ليها في مصر، والفلوس دي ممكن نستفيد بيها على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدوله كلها بشكل افضل كثير من صرفها على شراء او على علاج من امراض خاصه.
ميزانيه او وزنه الصحه محتاجه دفعه قويه مش ناقصه يتصرف على التدخين وعلاج امراض التدخين. ومش لازم تبص على المليارات اللي بتخش للدوله من الضرائب اللي هي بتحصل عشان خاطر البيع وشراء التدخين، لان في المقابل بيتصرف قدامها مليارات كثيره وناس بتغيب عن وظائفها وينتشر الموضوع. والشباب الصغير من خلال الفيديو من خلال حاجات كثيره بيخشوا اكتر واكتر واكتر. طبعا برضو حاجه مهمه قوي، ويمكن احنا كلنا مقرين ان في مؤامره على الوطن العربي ومؤامره على مصر. انا بقول لكم في مكافحه التدخين وسوري في موضوع التدخين المؤامره مثبته. لو دخلتوا وعملتوا حاجه اسمها وثائق شركات التبغ هتلاقي شركات التبغ فعلا بتستهدف مجتمعاتنا، بيقل كسبها بره وبتستهدف شبابنا وسيداتنا بقوه بطرق مختلفه، وللاسف بتورط فينا اسوء انواع التبغ. فعلا في انواع عن التبغ في درجات، لان بيجي لنا حاجه اسمها البيرلي توباكو. البيرلي توباكو دوت اسوء درجه من درجات التبغ، عليه مواد مضافه ثنائيه الالمانيه اكثر. دي مثبته برضه مع كنا مع الدكتور حمد السيد، عملنا بحث في المركز القومي للبحوث ولم ينشر لاسباب مختلفه يعني. بس اسوء انواع التبغ موجود عندنا. التبغ بصفه عامه سيد، بس يعني اسوء انواع التبغ موجود عندنا وبيصيبنا بالادمان وبيصيبنا بالمشاكل. وزي ما قال الدكتور هاني، الاطفال بيورثوا مننا العاده، بيورثوا مننا الجين الخاص بالادمان وليس بالتدخين بس لو انا بدخن. فالموضوع كان خطير لمستقبلنا ولا مستقبل مصر ولا حياتنا. لازم ناخده بجديه، ودايما مبسوط وانا مبسوط في السايه، لان بحس ان المبادره اللي بتخرج منها او الموضوع اللي بيخرج منها بيسمع فعلا في كل مكان. اللي بيبقى موجود بيبقى فعلا حريص على انه بيحب بلده، بيحب الوطن، بيحب ان هو يشارك باشمهندس ويشارك السايه ويشارك كل اللي موجودين ان هو يكافح ويعمل حاجه علشان مصر وعشان خاطر بلدنا. الفترة اللي جاية بقدلها وقاطع إن شاء الله يبقى له دور قوي، وكلنا ندعمها وكلنا نتعاون معاها ونكبرها ونوسعها عشان الشهر دوت أو الشهر القادم ده يبقى شهر في الخير وشهر كله بداية لكل ما هو مفيد لبلدنا في موضوع التدخين. وبصفة عامة في الإيجابيات اللي ممكن نحركها كلنا مع بعض. مش عايز أطول عليكم، بس بشكر مرة تانية، و اتمنى ان احنا موجودين مع بعض دائما كده في الخير دائما. هستأذنكم على طول.